ليش المشاكس حكالكن عن اللي صار بيناتنا؟ إذا أنتوا كنتوا بتعرفوا كل شيء ممكن تقولوا الموضوع مستاهل نتخانق من شانه؟ هذا يلي بدنا نعرفه، شو هو سبب خناقتكن مع بعض؟ منيح طلع المشاكس مو مخبر حدا بسبب خناقنا وما أحرجني قدامهم، بس كيف بدي قلن عن سبب خناقنا أنا والمشاكس؟ مو مشكلة أبداً، مو مهم. إذا ما بدك تحكي لنا شو الموضوع على راحتك، بس أنت لازم تحطي ببالك هالشي دايماً. المشاكل بين المرأة وزوجها بتخلي الرابط بيناتهم يصير أقوى، لهيك مو مهم شو ما كانت المشكلة، أنتوا فيكن تحلوها مع بعضكم برواق. أحكوا مع بعض. فهمتي؟ ابني حاول تفهم وجهة نظري، بترجاك ما فيني أخذ هدول الأغراض، أنت جبتهم لأنك بتعتبرنا عيلتك، بس الناس ما رح يفهموا ورح يحكوا علي. بدك الناس تقول إني عم بستغلك؟ إذا كنت بتحترمني وبتهمك سمعتي، ما تعمل هيك مرة تانية، بترجاك. ما رح أقدر خلي خالتي أنوبة تقبل الأغراض، الموضوع ما له بهالسهولة، لازم لاقي طريقة تانية لساعدها. ليش ما عم بتقلي شو بدك بصراحة؟ انت يلي لازم تبلش الحديث. شو عنيدة؟ هيك لكان ما رح تحكي وانا ما رح احكي. بفكرة حالك عنيدة؟ رح ورجيكي اني اعند منك. انا كمان عندي كرامة، لا تحكي.